كنت لسه داخلة على هيرز عشان اطلب قمطة جديدة، لقيتهم بعتين لي مسج عايزين يبعتوا لي جيفت. رزقك يا شفشف، واهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل جيفت ولا ما جيفتش. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الباكجينج عظيم عظيم. تعال نشوف هيرز بودي كير بعتين لي ايه. Thank you for your purchase with 10% off. أول حاجة حمام كريم طبيعي يعالج تقصف الشعر وإصلاح الشعر التالف لترطيب ولمعان الشعر. المكونات إيه بقى؟ زبدة شيا، جل الصبار، أحب جل الصبار، زيت جوز الهند، بروتين الحرير، مستخلص جل الصبار، وزيت الأرجان. Thank you. كيس مخدة، كيس مخدة، شكرا يا رب. كيس مخدة ساتان، كيسين كمان، بعتين لي كيسين مخدة ساتان. انتوا عارفين انا لازم انام على ساتان، لوني المفضل. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. والله كنت لسه بفتح الدرج ادور على قمطة، لقيت كل القمطات في الغسيل، هجولي في وقتهم. عشان نشوف الاكياس. اوه لا حلو، لا كواليتي حلوة، كواليتي جميلة. تعرف كويسي فيه نعم من جوه ونعم من بره. لا جميلة جميلة. Thank you. أنعم وحدات جولي على الإطلاق، واشتريتهم برضو من اللي اشتريتهم من جولي. دول أحسن كيس مخدة. في إيه؟ أمطة أمطة. قولي إن دي أمطة 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 أمطة، وشكلها جديد. قولي ليه بطلت ألبس الأمطات وبدأت ألبس الاشاربات دي وبربطها؟ عشان الحركه اللي قدام دي، عشان الاشاربات ما فيهاش استك قدامي يعلم على وشي. ودي دي حلوه تنفع للمحجبات يلبسوها تحت الطرحه. ميرسي. ذا سيم كواليتي زي الكاس المخده وخفيفه قوي. هكتب لكم هعمل لهم منشن تحت. ثانك يو هيرز بودي كير. انا مبسوطه قوي انتوا جيتوا في الوقت المناسب والله. ثانك يو. البس لكم القمطه افرقوا، هلبس لكم. فيري لايت ويت يا جماعه، تمام، ومن جوه ناعمه زي بره فمش محتاجه اقلبها، بس اعتقد تنفع في الخروج للمحجبات جدا دي. ثانك يو. انا مبسوطه والله، كلهم في الغسيل.